يا حظ اللي لقينا أصحاب السعادة عدانا وبتنادينا الله لا يقطع معانا الله لا يقطع معانا الله ما يقطع معانا والله ما يقطع معانا السعادة عرفانا وبتنادينا الله لا يقطع معانا الله لا يقطع معانا والله ما يقطع معانا والله ما يقطع معانا والله والله الله والله الله على الناس الحلوة دي والحلوة اللي زي احتفالية لمرور 50 سنة على نجاح واستمرارية نجم مسك المجد من أطرافه وتربع على عرش النجومية من بداياته ولليوم. 50 سنة يعني نجم بأيام ما كان في سوشيال ميديا بس قدر يتخطى حدود الوطن ويصير هو النجم العربي الأول. وبالتمثيل ما فينا نقول عنه إلا أنه حضوره إضافي لأي عمل. هو مش بس النجم اللبناني والعربي، هو حبيب بهية، هو قمر الليل وصاحب الأغنيات والألحان يلي ما بخف لمعانا مع الوقت لأنه بيسكب فيها من روحه، وشعاره دايماً التجدد وتقديم الأفضل. حلقتنا الليلة عن النجم العربي وليد توفيق.